بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير محمد. وبعد الموضوع المرأة الغربية من السلعوية إلى الحرية المزعومة في خضم الصراعات الثقافية والاقتصادية التي تشهدها المجتمعات الغربية، نجد أن قضية المرأة تثير الكثير من الجدل والنقاش. لنأخذ جولة قصيرة في هذا العالم حيث نرى كيف تحولت المرأة من كونها سلعة إلى ما يسمى امرأة حرة. تبدأ الحكاية في أزمنة بعيدة عندما كانت المرأة تعتبر ملكية تباع وتشترى. نقرأ في التاريخ عن كيف كانت العائلات تبرم اتفاقات زواج على أسس تجارية بلا اعتبار لمشاعر المرأة أو حقوقها، وكان الناس يعتبرون ذلك طبيعيا. فكيف يمكن أن ينظر إلى امرأة على أنها أكثر من مجرد وسيلة لإنجاب الأطفال أو توفير المتاع؟ ثم جاء التغيير. في القرن العشرين بدأ النضال من أجل حقوق المرأة، وتحديداً مع حركة تحرير المرأة. ومع ذلك لم يكن هذا النضال دوماً يتسم بالوضوح، فقد رفع البعض شعار الحرية بينما كانوا في الحقيقة يحاصرون النساء في قوالب جديدة بدلاً من تحريرهن. كيف يمكن للحرية أن تكون حرية حقيقية إذا كانت تفرض بطرق تتجاوز الأخلاق والقيم؟ القرآن الكريم يذكرنا بقيمة المرأة وحقوقها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هنا يوضح الله تعالى أن الحقوق والواجبات متبادلة بين الجنسين، لكن في الغرب تحولت تلك الحقوق إلى مجرد شعارات جوفاء تستخدم لتسويق الأفكار، بينما تحرم المرأة من حقوقها الحقيقية. في إحدى الحوارات قابلت امرأة غربية في الثلاثينيات من عمرها تروي لي كيف أن المجتمع الذي نشأت فيه قد أضفى عليها ضغوطات كبيرة لتكون مستقلة. كانت تتحدث بفخر عن وظيفتها ونمط حياتها، لكنها فجأة تبدلت نبرتها. هل حقاً أنا حرة؟ تساءلت. أشعر أنني مجبرة على العمل بلا توقف ومثقلة بالضغوط المجتمعية حول كيف يجب أن أبدو وما يجب أن أكون. صحيح أن النساء في المجتمعات الغربية حصلن على الكثير من الحقوق، لكن كثيراً منهن وجدن أنفسهن تحت ضغط هائل ليكونن مستقلات، وكأن الاستقلال هو السبيل الوحيد لإثبات وجودهن. وهذا ما دفع الكثيرات للبحث عن القبول عبر المظاهر وليس عبر الجوهر. ومن الواضح أن وسائل الإعلام تلعب دوراً رئيسياً في هذا الأمر، فنراها تتبنى صورة معينة عن المرأة، تظهرها كأداة لتحقيق الرغبات والسلع التي يمكن التفاخر بها. تضخم المجلات الإعلانات عن مستحضرات التجميل والأزياء، وكأن جمال المرأة يرتبط فقط بمظهرها الخارجي وليس بما تحمله من قيم ومبادئ. هذا المنظور السطحي الذي يتبناه البعض يسهم في استغلال المرأة بدلاً من تمكينها. كما يقول الحديث الشريف: النساء شقائق الرجال، أي أن النساء يمتلكن الحقوق نفسها والواجبات نفسها، لكننا نرى عكس ذلك في كثير من الأحيان، ونجد أنفسنا أمام مفارقة مؤلمة، حيث يحتفل بإنجازات المرأة بينما تستغل في الوقت نفسه لتكون مجرد رمز للإعلانات والبرامج الترفيهية. تخفي خلف هذه الأضواء والابتسامات قصصاً من الألم والصراع للبحث عن الهوية الحقيقية المفقودة في زخم الحرية المزيفة. تستمر القصة في طيات المجتمع الغربي، حيث تبذل جهود كبيرة للحديث عن حقوق المرأة، لكن هل حقاً تم تحقيق هذه الحقوق؟